خصص المؤتمر الدولي الخامس لدعم الشعب الفلسطيني في طهران فقرة من مقرراته لتأكيد دعم مقاومة الشعب اللبناني لاسترجاع أرضه المحتلة، وللتشديد على أن التعرض للمقاومة أو التآمر عليها عمل عدائي لا يخدم إلا مصالح المحتلين، إلى جانب تأكيد أهمية كشف مصير الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه وحل هذه القضية. المؤتمر الذي رأى في بيانه الختامي أن كل المبادرات الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية فشلت ويجب بالتالي التمسك بالمقاومة، دعا إلى إجراء استفتاء ليختار الفلسطينيون شكل دولتهم والنظام، إلى جانب العمل على تعزيز الوحدة وتفعيل مبدأ مقاطعة إسرائيل. وبعد تلاوة البيان الختامي وتكريم عائلات الشهداء ومنهم شهداء لبنانيون، تحدث الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد فأكد أن الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب استئصالها، مشيرا إلى أن السعي لتحرير فلسطين شرف كبير. الشعب الإيراني يقف بجانب الشعب الفلسطيني إلى الأبد حتى زوال الكيان الصهيوني. كيان العدو الغاصب انتهى ووصل إلى طريق مسدود، وأشدد على وجوب تحرير أرض فلسطين وإعادتها إلى أهلها. وفلسطين وفلسطينيان ماندني هستان. وكان لبنان رأسا ممثلا بالرئيس نبيه بري جزءا من الجلسات العامة للمؤتمر، وخلال هذا الجزء ألقى ممثل البطريرك الماروني مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم كلمة تناولت جملة ثوابت حيال القضية الفلسطينية. أن كل المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقد من أجل فلسطين واستعادة أرض فلسطين هي اجتماعات مباركة ومشكورة، لكن الأهم والمطلوب أولا الوحدة الفلسطينية الداخلية ليحققوا تحرير أرضهم. نؤكد على التمسك بالقدس عاصمة لهذه الدولة، وهي بالطبع عاصمة الأديان السماوية. إن قضية فلسطين ليست قضية أرض وحسب، إنما هي قضية شعب، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تطبيق القرار 194 وكل القرارات الدولية التي نصت وأكدت على حقوق الشعب الفلسطيني. الأب الدكتور أنطوان داو مسؤول اللجنة الأسقفية عن الحوار المسيحي الإسلامي اعتلى أيضا منبر مؤتمر طهران ليشدد على أن أي لقاء بشأن فلسطين يجب أن يكون مسيحيا إسلاميا ليزداد تألقا، كما تحدث من لبنان النائب السابق أسامة سعد. في المحصلة العامة خرج مؤتمر طهران بشأن فلسطين بجملة مقررات تحتاج صراحة إلى ترجمة عملية، وإذا كان بعضهم يرى أن في المؤتمر فرصة للتقدم نحو الأمام بناء على المتغيرات في المنطقة، فإن ثمة من يعتبر أن هذا الحدث ساهم في زيادة الشرخ بين الفلسطينيين، وأظهر أن في المنطقة فريقين، الأول يدعم طلب السلطة الفلسطينية أمام مجلس الأمن، والثاني يرفض هذه الخطوة ويعمل عكس ذلك. من قاعة المؤتمرات في العاصمة الإيرانية طهران، بيير بوكرم، جوني تونيوس، MTV.